وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عالميا مع استمرار ضعف الدولار، مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل 1857 دولار للأوقية. أما على المستوى المحلي فسجل جرام عيار 18896 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل إلى 1045 جنيها، في حين سجل عيار 24 سعر وصل إلى 1194 جنيها، وسجل أخيرا الجنيه الذهب سعر وصل إلى 8360 جنيها. من أسواق المعادن النفيسة إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط مع بداية موسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، ووسط تفاوض الدول الأوروبية بشأن ما إذا كانت ستفرض حظرا تاما على النفط الخام الروسي أم لا. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 71% و7% مسجلا سعر وصل إلى 119 دولارا و43 سنتا للبرميل. أيضا صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 9% وسجل سعر وصل إلى 115 دولارا و7 سنتات للبرميل. أيضا عن أسعار المازوت، ارتفعت عالميا بنسبة 1.4% ووصل السعر اليوم إلى 3.90 دولارات لكل لتر. أما عن الغاز الطبيعي فقد انخفضت أسعاره ووصل إلى 8.72 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وبنسبة 3.42%.